بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي، حياكم الله جميعا. في عام 1976، وتحديدا في باكستان، في الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وهذا الإقليم باكستاني إخواني، لكن يقع يعني تقريبا نصفه أو ثلثه تحت سيطرة باكستان، والنصف أو الثلث الثاني للهند تحت سيطرة الهند، والثلث الثالث أيضا يقع تحت سيطرة الصين. أخواني، عملية أن طبعا الحديث في هذا الموضوع طويل، ولكن قصتنا اليوم صارت في هذا الإقليم بالذات، و بعام 76. عملية النسر الأسود صراحة عملية تكاد تكون يعني ضرب من الجنون، وقاموا بها أشخاص مسلمين باكستانيين، ونذكر أسماءهم على السريع، يعني ثاقب، آصف، عبد الرحمن، عابد، وأحمد، ورضا، وإسكندر، ورشيد أو رشيدي. ثاقب هو الشخص اللي لقبوه بالنسر الأسود، وما أعرف أني شخصيا يعني ربطت بين في شخصية إسلامية سابقا كانت تلقب بالنسر الأسود، واللي هو بهاء الدين، الأمير بهاء الدين قرقوش. وهو الأمير اللي فتح أكة أيام الناصر صلاح الدين. فهو الشخص هذا أو الأمير هذا المجاهد هذا كان يلقب بكل التاريخ الإسلامي يلقب بالنسر الأسود. فأني شخصيا ربطت بين هاي العملية، عملية ثاقب، وبين هذا الأمير، أعتقد إنها سميت بالنسر الأسود نسبة، أو كانوا يعرفون بهاء الدين قرقوش في الشام، فلذلك سموها. أعتقد هي كذي، يعني هذا تحليل شخصي. يعني على العموم، هذا في الإقليم الموجود، الثلث الموجود تحت سيطرة الهند، يوجد مسجد، وطبعا ما في مسجد بشكل رسمي لأنه يمنعون منعا باتا، ويقومون بجرائم مثل ما راح نشوف إذا شافوا مسجد بشكل رسمي أو كذا، ولكن هم المسلمين بهذاك المكان وبشكل سري تقريبا كانوا مؤسسين مسجد ومسوينه، وما يبدو عليه أنه هو مسجد، ولكن هم يجون ويصلون به بشكل سري بهذاك الوقت. يعني هذا في ضابط هندي، ويقع يعني على مسافة خلونا نقول 5 أو 6 كيلومتر عن هذا المسجد، في نقطة عسكرية هندية. يعني توجه بعد بلاغ اجا انه في مسلمين قاعد يصلون بهذا المكان ومسوينه مسجد وكذا والى اخره. فهذا الرجل بدأ يراقب، هذا الهندي يراقب هذول المسلمين ومنهم بالذات يعني اللي يجون على هذا المكان ويصلون، وبدأ يعرف منو الشخص اللي يتأمم بيهم. يعني بعد ما عرف الهاي قالوا له انه انت اذا بدك يعني تمسكهم وهم قاعد يصلون وكذا يتعبدون وهيشذ، بدك تجي في صلاة الفجر. بعد ما راقب المكان أو المسجد هذا، توجه علي بصلاة الفجر وراقبوا، وفعلا دخلوا عليه حوالي 8 أشخاص كانوا يصلون صلاة الفجر.
فدخل هذا الضابط هو وعناصره وقتلوا كل شيء موجود، بالإضافة لهالشي بقروا بطن الإمام وقلعوا عيونه في نفس المسجد يعني. هنا انتقل الخبر في اليوم الثاني أو الثالث إلى الإقليم الموجود في باكستان. كان في رجل ينقال له ثاقب. ثاقب هذا لما نسمع العملية هاي وأنه داخلين على المسجد وقاتلين الإمام وباقرين بطنه وكذا ويعني بكل وحشية يعني، قرر أنه ينتقم من هذا الضابط هو وعناصره. فسوى ثاقب، كلف 4 أشخاص قالهم تروحون على هاي القرية اللي موجودة فيها المسجد يعني، وتروحون على هذاك المقفر يعني النقطة العسكرية اللي موجودة تحت رئاسة هذا الضابط وتقتلونهم باختصار يعني. الأشخاص اللي ذهبوا كان يقودهم أو مأمرهم شخص ينقال له اسكندر. طبعا ثاقب هو اللي كلفهم بهاي المهمة. اسكندر وأحمد ورضا ورشيد 4 أشخاص اللي توجهوا لهاي المهمة واللي هي المهمة الأولى. فعلا في وسط هاي الطبيعة اللي لا يمكن تضبطها يعني، تحتاج يمكن الفيلقين مشان تضبط مساحة تقدر بمئة كيلو أو أقل، أيضا فوق بأعلى القمة جبال وتحت وديان شاهقة وطبيعة خلابة وغابات وأحراش، وهنا بهذا المكان أنهار، أنهار متجمدة، أنهار ساخنة، ينابيع ساخنة، يعني شيء ما بإمكانك من الخيال تضيف له شيء، طبيعة جبارة إلى أبعد الحدود. هنا موجودة الحدود. عملية عبور الحدود بحد ذاتها هي تعتبر عملية صعبة جدا، ولكن بالنسبة لإسكندر والشباب اللي موجودين معه هم معتادين على هذا الأمر وأكثر من مرة مسوين، وهم أساسا جايين يعبرون بالقوة يعني. يعني مهما كان العوائق أو كذا ما في مشكلة. فعلا تسللوا واحد ورا واحد يمشون بهالأحراش وهالغابات، ويوم جو على النقاط الحدودية تسللوا من طرقات يعني صعبة جدا، وكان العبور صعب يعني، بدك تزحف زحف. صح انت جاي بالقوة وكذا وهيشذ، بس لازم تنفذ مهمتك اللي جاي من أجلها فعلا أخواني. ويكونون مقسمين هم الأربعة، مقسمين نفسهم إلى مجموعتين يعني، أحمد ورضا مجموعة وإسكندر ورشيد مجموعة، ويبعدون عن بعضهم مسافة معينة بحيث لو وقعت مجموعة بكمين أو بكذا تكون المجموعة الثانية تدارك الموقف، أو العكس أيضا صحيح. عبروا وعلى قمة واحد من الجبال أشرفوا على هاي القرية، فكان لهم شخص موجود بهاي القرية وعلى موعد هم معاه، وإجا عليهم هو الشخص اللي راح يدليهم عن النقطة العسكرية الهندية. سلموا عليه، السلام عليكم السلام، شنو الأخبار شنو كذا؟ قال الأخبار أنه إحنا شنا الأشخاص ودفناهم وصلينا عليهم وكذا، وشنو المطلوب مني؟ قالوا المطلوب منك توصلنا لهاي النقطة اللي فيها هذا الضابط اللي بقر بطن الإمام يعني.
قالهم توكلوا على الله وبدأوا يمشون. طبعا في أي مكان بهاي الأخوان بهذا المناطق وهاي المكان ممكن يكون في كمين في أي مكان يعني. فالحرص الحرص بالمسير بهاي الطبيعة الصعبة جدا. فعلا أخواني يوم جو ووصلوا وأشرفوا تماما من مكان مطل على هاي النقطة العسكرية، بدأ اسكندر يدرس عملية دخول وخروج الأشخاص وش قد عددهم، وقالوا لهذا الشخص خلاص توكل على الله أنت، احنا وصلنا للمكان اللي بدنا إياه يعني. ما يحتاج خلاص يعني. ففعلا هذا الشخص الدليلة، يسميه الدليلة يعني، الدليلة مشى يعني خلاص رجع على مكانه يعني. بدأ اسكندر يدرس، شاف النقطة يكون فيها 6 أشخاص بالعادة يعني، وفعلا يعني شاف ما هي بيوم واحد ينفذ اسكندر العملية أو كذا، لأ بده يشوف يعني. وتعيش يعني بحد ذاتها المعيشة بهذا المكان صعبة جدا يعني، ولازم ما حدا يشوفك بهاي الغابات. يأكلون طيور، يأكلون سمك، يأكلون كذا، ما يأكلون أو يأكلون يعني، صعوبة بالغة جدا هاي الحياة اللي قاعد يعيشونها اسكندر ومجموعته. راقبوا المكان، فقرر اسكندر انه في المساء افضل وقت لمداهمة هاي النقطة. وحكم انه هو القائد بده يقرر الوقت المناسب لمداهمة هذا، فقرر انه الساعة اللي قبل غياب الشمس هي افضل وقت لمداهمة هذا المكان فعلا. وحتى انه بعد ساعة مثلا تغيب الشمس، ضم العين، تستغرق العملية خاطفة ربما نص ساعة ساعة، بعدها يدخل الليل، امكانهم ينسحبون من هذا المكان اذا تضايقوا او ما قدروا يقتحمون النقطة. فكلف رضا ورشيد يداهمونهم من جهة الشمال، واسكندر وأحمد يداهمونهم من الجنوب. في وقت معين أطلاق النار لازم يكون من قبل اسكندر يعني، اللحظة الحاسمة فعلا. توجهوا يعني ربما من الظهر، من الساعة 1 أو 2 الظهر، كل من يأخذ، كل مجموعة كل 2 يأخذون جهتهم ومكانهم. وبعد ما يتمركزون من مكانهم ينتظرون للساعة اللي ممكن يصير فيها الاشتباك. وفعلا قبل المغرب بحوالي نص ساعة أطلق أول رصاصة اسكندر ودخلوا على المكان يعني. النقطة مثل ما قلنا فيها 6 يعني. دخلوا على هاي النقطة من الحرس، بدأوا ضربوا الحرس ودخلوا اشتبكوا ودخلوا لبين ما فاتوا وين على الضابط. أخذوا الضابط وطبعا يعني قتلوه بغض النظر عن الطريقة اللي قتلوه بها يعني. طبعا يصير في بلاغ انت بداخل الحدود وكذا، فضرورة الانسحاب وبشكل سريع يعني. ربما المهمة ما أخذت أكثر من نص ساعة. في نقطة اجتماع يجتمعون بها، أني فتكم بالحديث أنه نلتقي عند هالمكان هذا يعني. فعلا يعني على مسافة 2 كيلو أو 3 كيلو بالجهة المعاكسة يعني، يعني صار القرية تبعد عنهم حوالي 6 أو 7 كيلومتر. فعلا اجتمعوا سالمين غانمين الأربعة، ما فيهم أي شيء. اجتمعوا بهذا المكان وبدأوا يمشون باتجاه، وطبعا بشكل سريع يعني. في أمامهم 6 كيلومتر وبعدين أمامهم مسافة
تقدر يعني بحوالي 8 أو 9 كيلومتر، أمامهم حوالي 15 كيلومتر مشان يعبرون الحدود. هنا صار معاهم خلينا نقول هو غلط مو غلط، شلون فكروا بهاي الطريقة بعد ما خرجوا سالمين وغانمين. اسكندر قال أني بدي أصلي بنص هاي القرية بهذا المسجد اللي صارت فيها هاي المذبح. طبعا قامت صار في حوالي 7 أو 8 ساعات لحتى وصلوا لهاي القرية ووقفوا فوقها ونزل بدهم يصلون الفجر، وين؟ بالمسجد هذا نفسه اللي صارت في المذبحة. المهم هذا اللي صار، جو ودخلوا على هذا المسجد وتأمن بيهم اسكندر، وكانت المفاجأة فظيعة. يعني حسب ما يقولون انه وهم قاعد يصلون الأربعة، يعني وهم قاعد يصلون دخلوا الجيش الهندي مباشرة، وهذول قاعد يصلون وهم يصلون وقفوا قدامهم الجيش، يعني مثل يعني طلعوا من الأرض، مفاجأة فظيعة. فتخيلوا يعني بواريد ومسدسات وكذا وهم قاعد يصلون. أثناء الصلاة دخلوا عليهم الجيش الهندي، هل هو بلاغ هل هو كذا، هذا اللي صار. يعني صار الشباب الأربعة أخذوهم أسرى، يعني لحوهم أسلحتهم وأخذوهم اقتادوهم. وإلك أنه تتخيل نوع المعاملة شلون كانوا يعاملون الشباب، أو طريقة التعذيب وشلون أخذوهم بأي طريقة. وهو صراحة يعني شيء يدعو للدهشة، كأنما كانوا متأكدين تماما أنهم راح يجون يصلون الفجر بالمسجد، كمين محكم. أخذوهم من شدة الضرب والعفس والكذا بالنسبة لأحمد ورضا على الطريق ماتوا قبل ما يوصلون النقطة، يعني من شدة الضرب، وضرب مبرح يعني. كانوا أحمد ورضا متوفين على الطريق. اسكندر ورشيد حالتهم يعني قريبة من الموت، يعني معذبين لدرجة ما يتصورها عقل الإنسان. أنا أخذوهم وعساكر كثيرين وكذا وضرب على الطريق، وتعرفون يعني هنا ثاقب باكستان يستنى العملية. العملية جت الأخبار، بس شنو جت على ثاقب؟ قالوا له إنه الشباب نفذوا العملية وقضوا على هاي النقطة اللي اجوا مشانها. طيب شنو اللي صار؟ انمسكوا. صدمة يعني، لانه انمسكوا بنفس العملية بالمعسكر نفسه اللي داهموا النقطة العسكرية، لا شلون انمسكوا على هذا الشخص اللي من القرية نفسها، هو اللي راح عبر الحدود على ثاقب وبلغوا بالهاي. قالوا بالمسجد كان في كمين ودخلوا يصلون ومسكوهم. هنا ثاقب خلاص يعني مثل ما يقولون ما وراها ورا، يعني ما ظل وراها ورا. ثاقب آصف عبد الرحمن وعابد الأربعة، وين؟ بدنا نلحق الشباب اللي راحوا مشان ينفذون هاي العملية ونمسكوا. من دون تفكير من دون أي شيء خلاص يعني
يا نروح نجيبهم يا ما نرجع. هذا كان القرار يعني. وفعلا مشوا بنفس الطريقة وعبروا الحدود وإجوا على هذا الشخص، التقوا فيه، قالوا له النقطة، لا زالوا الشباب موجودين طبعا على الحال فورا يعني. اللي الفجر اللي انمسكوا فيه كانوا المساء موجودين ثاقب ومجموعته. ليش؟ ثاقب كان يريد يمسك لأنه راح تشيل الشباب اللي اسكندر ومجموعته، راح تشيلهم سيارات وتنقلهم على المدينة يعني. فكان بده يسوي كمين يعني، حاسبها أفضل من ما يدهم النقطة نفسها يعني. أشرف على النقطة، شاف السيارات لسه موجودات، والشباب حسب ما أشخاص يراقبون لا زالوا موجودين بهاي النقطة، نفس النقطة اللي داهموها وقتلوا فيها عناصر الجيش الهندي. إذا الحل، القرار يا ثاقب، القرار على طريق يبعد حوالي 9 كيلومتر عن النقطة، يعني حدد نقطة تحت جبل فيها راح يسوون كمين للسيارات أثناء ما تنقل الشباب. طبعا ثاقب ما يعرف أنه أحمد ورضا ماتوا، ما يدري يعني. يعني هو كل اللي بباله أنه تم اعتقالهم وضربهم أكيد وتعذيبهم وهاي، ولكن مهما كان راح ينقلونهم الجيش الهندي على نقطة ثانية يعرفونها هم يعني، وبالتالي على محاكمة أو يقتلونهم أو يصفونهم أو إلى آخره. إذا لابد أفضل الطرق فعلا مثل ما قرر ثاقب، أنه ينصب لهم كمين في على ضفاف النهر البارد. الطريق متعرج جبلي ويمر من هاي النقطة، والسيارات تكون هدت سرعتها ويكونون هم لهم بالمرصاد. هنا نصبوا الكمين، وتعرفون عايشين بالغابة يعني. الـ4 أشخاص، ثاقب وآصف وعبد الرحمن وعابد، دائما في شخصين يراقبون. وهذا المرسال أو الدليلة اللي من القرية نفسها أيضا حاط أشخاص يراقبون السيارات أثناء ما تنطلق يعني، يعني أثناء ما بدها تجي باتجاه الطريق أو الكمين يعني. فعلا كانوا حاكمين الموضوع ثاقب ومجموعته مثل ما يقولون على 24، متى ما شالت السيارات الأسرة واللي هم اسكندر ومجموعته، هذول راح يكونون لهم بالمرصاد. من ضمن الإشارات اللي كانت متبادلة، طبعا ما في يعني قبضات ولا في جوالات ولا في شيء، هاي التكنولوجيا كلها ما موجودة يعني. بدك تعتمد على إمكانياتك الموجودة. من ضمن الإشارات الغريبة أنه تطلق طلقة باتجاه الشمال، وبعد 7 عدات تطلق طلقة باتجاه الجنوب. هاي إلها إشارة معينة يعني بيناتهم، بين الشباب يعني. وإذا أطلقت طلقة واحدة وبعد 7 عدات، يعني لما تسمع رصاصة بدك تعد بالتكة السابعة لازم تطلق الرصاصة الثانية، تدل على أنه السيارات تحركت. فصراحة شيء يعني إشارات فعلا. صباح اليوم هذا بعد حوالي يومين يعني، بقيوا الشباب اسكندر ورشيد او المجموعة كلها على حد علم ثاقب ومجموعته، انه هم كلهم موجودين، ما يعرفون انه احمد ورضا ماتوا او انقتلوا يعني. اتحركت السيارات، اجت الاشارة باتجاه الشمال والجنوب، والاشارة اللي تدل على انه السيارات تحركن، ومو بس تحركن يعني انه خلاص اجوا الشباب بالسيارات. فعلا كانوا مرتبين امورهم ثاقب وآصف والشباب اللي معاهم، استلقفوا السيارات، سيارتين
وهذولا فوق فوق، يعني طبيعة ما كانك تتخيلها. اثنين يكونون على مقربة جدا، ومو هم اللي يطلقون خطوطهم العسكرية، يعني اللي يطلقون من فوق من بعيد، وأثناء ما يوقفن السيارات يداهمون القريبين بهذا الشكل. فعلا أطلقوا باتجاه السائق، باتجاه السائق الثاني، وقفن السيارات، داهموا ثاقب وآصف، هم القريبين كانوا المسؤولين عن المداهمة المباشرة. داهموا السيارات، فيها عساكر وفيها حرس وفيها كذا، وبنفس الوقت أصعب ما يكون بهاي العملية أنه أنت في عندك 4 أشخاص موجودين بهاي السيارات، يعني ما تقدر تأخذ راحتك بالإطلاق النار. يعني كل طلقة بدك تحسب وين بدك تضربها، ولا تقتل الشباب اللي معاك، يعني اللي جاي انت اساسا بدك تحررهم. يعني فعلا مداهمة يعني خاطفة، 10 دقائق كانوا مخلصين على الحرس الموجودين والسائق والكذا والهاي. يوم اجوا على السيارات ثاقب وآصف تفاجأوا. شنو المفاجأة؟ المفاجأة انه مو موجود حدا. يعني كأن العملية الأولى هاي كانت مدبرة من قبل الجيش الهندي، يعني يروحن السيارات يتحركن لمسافة معينة ويكون ما فيهن حدا، وفعلا كأن ما يعرفون انه في كمين لهم على الطريق، بس بدهم شنو يكشفون وين هذا الكمين. ما في حدا ما في حدا، شيل الأسلحة لازمتك، شيل كذا ووسع. مباشرة ثاقب أخذ قراره، يعني طلعوا باتجاه الجبال. وين الحل؟ ما لقينا الشباب. هذا الشيء يعني إنه اسكندر ومجموعته لا زالوا بالنقطة أكيد. شوفوا يعني بصراحة يعني عبقرية عسكرية صراحة من قبل الطرفين. يعني وهذول داخلين بأكاديميات عسكرية، لكن الشباب هذول مو داخلين بأكاديميات عسكرية، يعني مقاتلين بالفطرة. يعني فعلا شنو الحل؟ قال نمشي. قال لا، شو نسوي؟ قال ندهم النقطة. شلون ندهم النقطة؟ قال ندهم النقطة، عابد يظل موجود بنفس المكان، نفس مكان الكمين فورا. يعني شوف قرار يعني صراحة في منتهى العبقرية. عابد يظل في نفس مكان الكمين فورا، يعني ويناوش، يعني يناوش يطلق نار، يحسس الجيش الهندي انه لا زال الكمين شغال. في هذا الوقت النقطة كلها راح تنسحب وين؟ باتجاه الكمين. في هذا الوقت يا جماعة الخير يكون ثاقب دخل على النقطة ولقى الشباب موجودين بها. يعني صراحة أنا منبهر بالتكتيك العسكري اللي اتخذوه ثاقب ومجموعته، أيضا اسكندر، لولا أنه خطأهم الفادح اللي قرروا فيه أنه يصلون بالمسجد. فعلا ظل عابد، قالوا له عابد أنت تظل تناوش يعني المسا غروب الشمس، اتغادر يا عابد، اتغادر يعني الأطول وقت ممكن بإمكانك تظل بيه. طبعا إذا استشهدت يعني هذا هو، إذا قد ما تقدر ناوش وأشعر الجيش الهندي إنه إحنا لازلنا موجودين هنا. فعلا يا جماعة هذولا مباشرة بين جري وركض، جري وركض باتجاه النقطة، ثاقب وعاصف وعبد الرحمن باتجاه النقطة. لما أشرفوا على النقطة يعني حوالي شي ساعة، هذولاك فعلا يا جماعة فعلا راحوا باتجاه الكمين، وفي إطلاق نار من مكان الكمين. يعني هذول اللي إجوا على الكمين لا زالوا شغالين، ما يعرفون انه كل شي بالسيارات انتهى ومات. يعني يوم وصلوا كان ثاقب
ومجموعته ضاربين النقطة، ودخلوا وين؟ على إسكندر ورشيد، يعني قتال حامي وضروس يعني إلى أبعد الحدود. دخلوا وحرروا إسكندر ورشيد من وين أحمد وين رضا؟ قالوا لهم والله أحمد ورضا استشهدوا، يعني انقتلوا بالتعذيب، يعني ما انقتلوا بمعركة يعني. المهم أخلي أخلوا يعني، هذا بعد حوالي ساعة ساعة ونص يعني. في هذا الوقت لما خرجوا كان بدهم عابد اللي خلوه يناوش بالكمين يعني، ولا يزال شغال يعني. لما اجى ثاقب والشباب وحرروا اسكندر ورشيد من الاسر، طلعوهم حرروهم، كان شغال عابد بمكان الكمين. لما اقتربوا باتجاه الكمين ما ظل اطلاق نار. لما يتوقف اطلاق النار معناته يا اما عابد انسحب يا اما استشهد، وما ظلت جدوى يعني. مو من الصواب انه تروح وتداهم ايضا المكان مره ثانيه، لانه صار في بلاغ وكل النقاط العسكريه اللي موجوده بهذاك المكان كلها فزعت مثل ما تقولون على مكان الكمين. طبعا تخيلوا موقف الهنود لما اجوا وانسحبوا باتجاه الكمين وتركوا اسكندر ورشيد بالنقطة، وصار اطلاق النار وين؟ بالنقطة يعني. رغم انه في صراحة ذكاء من الهنود لما بعثوا السيارات فارغة ما فيها حدا، لكن شلون ثاقب قلب الموازين المعركة وبلحظات يعني. فعلا اخواني كان منهم الا ينتظرون يتخبون بهاي الكهوف والأحراش وينتظرون إذا صار إطلاق نار مثلا بعد يقولون ساعة أو ساعتين، معناته عابد لا يزال موجود يعني. لكن اللي صار أنه ما صار يعني، فجأة توقف إطلاق النار بالمكان الكمين، المكان اللي سووا فيه الكمين. ما في ثاقب قرر أنه خلاص يعني ننسحب باتجاه باكستان، وانسحبوا بين هل. طبعا صاروا خمسة، اسكندر ورشيد وآصف وثاقب وعبد الرحمن، عابد ما يعرفون شنو صاير معاه يعني. وفعلا يعني عبروا الحدود واجوا على منطقتهم وكانوا ينتظرون عابد، لكن اللي صار انه عابد ايضا ما رجع يعني. يبدو انه بالاشتباك اللي صار معاه بالكمين وكان يناوش اصيب وقتل يعني، استشهد يعني. هاي عملية النسر الاسود انا بالبداية ليش ربطتها يعني؟ لانه الامير بهاء الدين قرقوش لما انفتح عكا اجتمعوا عليه الروم يعني. بعد ما فتح عكا اجتمعوا عليه الروم وحاصروا عكا مرة ثانية يعني، وظلوا مضيقين الخناق على النسر الأسود الفترة طويلة لبين ما رجعوا أخذوا عكا، وأخذوا منه بهاء الدين قرقوش أيضا يعني. من ضمن الأسر اللي أخذوهم أخذوا بهاء الدين قرقوش واللي هو النسر الأسود، أخذوه واقتادوه أسير عندهم يعني. وطبعا يقولون أنه حرروا صلاح الدين يعني برواية وروايات، يقولون لا اللي صار أنه فدا بعشرين ألف ذهبة أو ستين ألف ذهبين، ستين أو عشرين ألف ذهبين، لأنه كان يعتمد عليه وبشكل
ملح يعني بأعماله العسكرية والكهذه. فمن هالباب أني يعني ربطت بين النسر الأسود هين والنسر الأسود في باكستان. طبعا الله يرحمهم جميعا ويرحمنا بواسع رحمته. هذه سالفتنا اليوم، وإن شاء الله تكون نالت أو حظيت على رضاكم واستحسانكم. أخواني وأخواتي، اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.